عندي صحاب، انا عندي صحاب زي الورد لما يلاقوا الحزن في شكلي. انا عندي صحاب وقت الشدة يشيلوا عني كل مشاكلي. انا كل همومي لو اقدر، انا كل همومي لو اقدر هبقى مبسوط من كل صحاب. انا ابدا والله ما بحزن الا من جرح الماضي، دسع الفرح بالعافية وضحك القلب مش راضي يشوفني يشوفني في الضحكة لما يمدوا بايده ياخدني تاخدني تاخدني من زرعة حلوة تدبل في الفراق مني. اتغني لها 100 غنوة والمبني اتخان والمبني اتخان مجاني واتجاني مهوش كده لازمة. كم واحد قال لي ونصحني، كم واحد قال لي ونصحني، وكم واحد شدني للفرح في الايد في الايد صافح بالقوة هتعيش وهتدوق الجرح. من بشر من بشر ليهم تتحبي، ومن خاين صابك بالرمح وهتلاقي وهتلاقي ممكن ياما ياخدك من حزن الجرح، وهتلاقي اللي ممكن برضو ياخدك من جرح الفرح. وتشكري ربك علي اداكي من حزن الصبر وكسر المرض، بيبقالك من عجز الدهر وليه ما بقوش في الحضن ده والكسر. وبزعل جدا لو زعلوا لو شافوا الدم، وبفرح جدا لو كانوا من ضلمة الشمع، وبالفرحة بطير لو قالوا هعيش الفرح. وخلي الضحكة من أصلك وسيب الجرح، وخلي الدمعة بعيد عنك وعيد الشر، وكوني بس من إنك تكون الصبح وتبقي الحلو اللي فاضلك من الدنيا من الدنيا ومن كل اللي باعوا القلب. ومهما قالولك ومهما قالولك من ناس اكسبتي هياك تقول اكسب. مع كل سلام مع كل سلام وكل جراح اتساب الذكرى بمسكة ايدك من ورد ومن حلم البكرة ومن شكل الدمع على جبينك. وعشتي وعشتي من الوجع ذكرى، ودينا في الوقت قصادك شايفينك شايفينك من العذاب خلصة، وهنفضل وهنفضل برضو سندينك يجمل من دموع الفرحة. من رحلة بكرة عارفينها من رحلة بكرة عارفينها بداية أحلام القارة، من زرعة أرض زقينها لبلدا والكسرة. وأنا عيد تاني وأنا عيد تاني وتاني البكرة، وبكرة هنبقى في وسط الزحمة وسط اللمة اللي بتفرح. وافرح وافرح من إنك لو تشكي من الزعل وقالولك تبقى، هتدوق الكسرة بالبعد وهتشوف النغزة في الوعد، واللي حبه تكون تكون وابقى في البعاد هتصون، وهتبقى في يوم زي تكون وتكون في الغياب أفضل من كل اللي باعوك، وتكون في الدموع أقوى من كل اللي سابوك. مش فارق مش فارق ولا هيفرق لو يعني هسامح كل اللي أذوني، لا هيفرق ما هتفرق من جرحي بان حبوني. ومع ألف سلام ومع ألف سلام اقفل وراكو كل البيبان، وبيبان قلبي ما هتقفل وسيبوني. لا هشكي من الأحزان ولا هزعل من كل اللي باعوني. أنا عندي صحاب أنا عندي صحاب زي الورد، أنا عندي صحاب يسووا جناية لو شافوا الحزن في زعلي. أنا كل الدنيا بحكي لها عن كل الصحبة بتودي للدنيا الحلوة والوحشة، وأنا كل إخواتي بشكي لهم عن همي وهموم الطيشة. وأنا دينا أهو وأنا دينا أهو وبقولها أنا عندي صحاب أنا عندي صحاب زي الورد بجمال الكون بحولها. وأنا عندي صحاب بوجودهم بيغيب الكبت في جامعتنا، وانا عندي صحاب زي الورد بجمال الكون بحولها، وانا عندي صحاب بوجودهم بيغيب الكبت في جامعتنا، وانا عندي صحاب بوجودهم بيغيب الكبت في جامعتنا. احسنت يا دعاء احسنتي واحسنت طبعا عبقرين المبدا بتاعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي المشاهدين صباح الخير عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم بين الكلمات. النهارده معانا 2 مبدعين. في البدايه
دعاء جمال. دعاء جمال بنت سوهاج بنت المراغه. تجاوزت ازمات كتير في حياتها، وفاه والدها وفاه والدتها، بس ما وقفتش عند النقطه دي، بل استمرت. بقى ليها دوان والتاني جاي في الطريق والتالت، وغير كده النهارده هيكون ليها اول حفله منفرد ليها. دعاء مش هتكلم كتير عنها، هي تجاوزت ازمات فعلا كتير، خرجت بره العادات والتقاليد ما التزمتش بيها، التزمت ليها ايه سوهاج مثلا الصعيد، لا انا مش هينفع، لا ما بقاش شاعره. والصعيد بالذات بيبقى يكون في ازمات ان البنت تكون شاعره او بتطلع تقول حاجه. فتجاوزت النقطه دي، بالعكس دي طلعت وبقى ليها الوان والتاني والتالت، وهيكون ليها حفله النهارده زي ما ذكرت. والمبدع طبعا عمرو عبقرينو، المبدع العبقري في الناي، عازف الناي عبقرينو، اهلا بيكم، سعيد بوجودكم معايا النهارده. دعاء، في البدايه كده انت شاعره من سوهاج، ازاي اكتشفت موهبه الشعر، او ازاي بنت تكتشف موهبه الشعر؟ هو اولا انا اصلا كنت بكتب حاجه كده شبيهه من الخواطر، او بما صح نقول شعر نثري. تمام تمام. بس في واحده صاحبتي عزيزه علي شويه وكده قالت ان انا بكتب شعر، وعرضتني على جماعه متخصصين في كده، نادي ادب المراغه طبعا، وقسم ثقافه المراغه ليه فضل كبير عليا، والاستاذ يوسف بالذات، استاذ يوسف عبد الحميد ليه فضل كبير عليا جدا جدا، وهو يعني اللي انا السبب، هو السبب في اللي انا اوصل لكده. كلمينا بقى عن دوان حكايه شهيد، ازاي جت الفكره انك تعملي دوان، او ازاي لقيت الوقت انك تعملي دوان؟ والله انا حبيت اخد فكره، يعني اخد خطوه كده ان انا انزل بديوان، بما اني بكتب بقالي 7 سنين، فقلت بما اني انا جاهزه ان انا انزل بديوان والقصايد موجوده عندي، فليه ما انزلش؟ فنزلت في معرض الاسكندريه 2020، طبعا المعرض اتلغى. لغى الحظ بقى. الطبعه الثانيه هتكون مع دار الحلم للنشر والتوزيع في معرض القاهره الدولي للكتاب 2021 باذن الله. باذن الله. نعرض كده صور من غلاف ديوان حكايه شهيد الخاص بدعاء جمال، هيتعرض على الشاشه دلوقتي. ازاي بقى واحنا بنتكلم عن الديوان ايه فكرته؟ هو بيتكلم عن كل حاجه تخص الشهيد في جميع تفاصيل حياته، في الحب، في الصحاب، الاهل، الاب، الام. ايه اللي خلاك تكتبي ايوه عن الشهيد او حكايه شهيد؟ عندي قصايد كتير تخص الشهيد. يعني بميل للحته ان انا بتكلم، بحب ان انا اخد دور الام مثلا في القصيده، بما اني انا بكتب شعر حواري، فدايما بعمل حوار ما بيني وما بين الشخص اللي في القصيده. فحبيت الفكره ان انا ممكن اعمل حوار مع ام وابنها، اعمل حوار مع صاحب وصاحبه وصاحبتها وصاحبتها، يعني اعمل حوار ما بين اتنين. تمام تمام. فكان الديوان بيتكلم عن كده، بيتكلم عن كل حاجه تخص الشهيد مهما كان نوعها وتفاصيلها ومع كل شيء. لو كنتوا عرضوا لنا صور الديوان، صور الغلاف بتاع الديوان خاص بدعاء. دعاء بقى واحنا بنرد زي ما معروض على الشاشه دلوقتي صوره الديوان، كلمينا ازاي اخترتي الشكل، يعني عجبك الشكل ازاي الديوان، تفاصيل بسيطه دي. والله التفاصيل البسيطه دي تخص المصمم، هو سالني على حاجات ايه اللي موجود جوه الديوان وايه الفكره بتاعه الديوان، وانا قلت له كذا كذا كذا، وهو نفذ على حسب الفكره اللي انا قلتها له. اللي انا قلتها. طب هل قابلتي انتقادات؟ اكيد طبعا، انت من سوهاج وكده، اكيد لقيتي انتقادات بالهبل كتير. ازاي واجهت الانتقادات دي؟ عادي، انا بص ماشيه بمبدا اللي هو ايه، انا لنفسي وهعيش لنفسي اكتر من اي نفس تعوزني. تمام، فانا بعمل حاجه لنفسي مش بعمل حاجه لحد. تمام تمام. زي ما انت تعرف انا والدي ووالدتي متوفيين، الله يرحمه، هعمل لمين؟ انا بعمل لنفسي مش اكتر. يعني ببني مستقبل لنفسي، بحيث ان انا اطلع على موضوع العادات والتقاليد بتاعت سوهاج. اكيد. بس فدي الفكره. ننتقل منك بقى لعبقرينو، احنا هدينا شويه. ازيك يا عبقرينو؟ الحمد لله. انت الحمد لله. عبقرينو، ازاي بدات فكره الناي؟ ازاي حبيت يعني اخترت الناي بالذات انك ايه تعزف عليه؟ والله انا فكره الناي بدات معايا من زمان جدا، من ايام ما كنت في مدرسه، من ايام ثانويه عامه. ذكرت كتير ان انا كنت بحب الاله دي قوي، بحب اسمعها كصوت اله حزينه او كصوت موسيقى حزين، بس انا مش عارف ايه الاله دي. واحده واحده بدات اتعرف مع الوقت، مع السوشيال ميديا، مع الفيسبوك طبعا ما سابش اي حاجه، يوتيوب، الكلام ده كله، فحبيت الاله جدا، وكان عندي شغف رهيب ان انا اشتري الاله واعرف الاله دي بتعمل ايه او بتعزف ازاي. هل درست الموضوع ده؟ يعني لا خالص اطلاقا، ما درستوش. موهبه يعني الحمد لله رب العالمين، موهبه من عند ربنا.
وفي نفس الوقت يعني ربنا اداني صبر فظيع، لان اله الناي مش سهل ان حد يعزف عليها او يطلع منها صوت فعلا. ولحد دلوقتي لسه بتعلم. لا انا يعني انا اللي سمعته واللي سمعته قبل كده منك ما شاء الله عبقري فعلا. حبيبي حبيبي تسلم لي تسلم لي، لسه بتعلم والله. دعاء بالك قد ايه صح قبل سنتين؟ دعاء بالك قد ايه في الموضوع؟ بقى لي سنتين بالظبط بعزف ناي. سنتين بالظبط. جميل حبيبي. دعاء انت عامله النهارده مفاجآت طبعا وهتعلن عليها لاول مره، بس ايه خلينا قبل ما نتكلم عن المفاجاه نشوه كده للمشاهدين، كلمينا عن حفلتك. يعني كنترول برضو يعرض الاغلفه بتاعت الحفله والبوسترات بتاعت الحفله والتيكت، تكلمينا عن الحفل المنفرد، ازاي خدت الخطوه دي؟ يعني انا نزلت حفلات كتير سواء في سواج او هنا كضيفه شرف. كضيفه شرف لا، وكندوات شعريه وكحفلات في مدارس ومنظمات دوليه. يعني نزلت حاجات كتير مختلفه تمام. فحبيت ان انا اخد، بما اني بكتب بقالي سنين، فحبيت ان انا اخد خطوه كده حلوه. فبما اني فحبيت يعني انا اخد خطوه حلوه بما اني اعرف ناس في القاهره وكده، فقررت ان انا اعمل حفل منفرد بقى بعد ثالث حفله ليا في القاهره. بس فكره انك تعمل في القاهره وبالذات ان من سوهاج، فدي فكره انك يعني صعب. لا بديت صعبه وبديت في نفس الوقت ايه في خطوات نجاح انك تعملي حفله في القاهره ويجي ناس، فدي بدات اللي انت تنتشري. ايوه دي فكره. طب كلمينا بقى عن الضيوف بتوع الشرف بتوع الحفله، يعرضوا لنا برده الكنترول، كلمينا عن ضيوف الشرف يعرضوا لنا دلوقتي، وكلمينا عن واحد واحد اخترتيهم ازاي وازاي تم التعامل معاهم قبل كده، هل في معامله سابقه؟ بس الكنترول اول ما يعرضهم ان شاء الله. كلمينا بقى الاختيار المسرح الرابع الثقافي، يعني هو زي ما شايفين ظهر الشاعره فاطمه عبد الحكيم، متميزه جدا بصراحه، حبيت اللقاء بتاعها وصوتها واحساسها جدا في الشعر، عاش جدا ليها. نغير وجيه الجندي، ده عظيم، ده عظيم جدا، بيكتب حاجات حلوه جدا وبصراحه يستاهل. ده اللي سبب اختيارك سندس عبد التواب. اصغر بنوته واكبر صوت في الحفله. دي كام سنه دي؟ تقريبا 15 سنه حاجه زي كده. ما شاء الله. انت مش هنتكلم عنك طبعا. ده الغلاف بتاع الحفله محمد علي. محمد طبعا محمد علي ده عظيم جدا ومتميز جدا، من اسيوط مخصوص يعني، من اسيوط ومتميز متميز جدا، يعني بيكتب حاجات تحفه جدا صراحه. محمد علي عارف طبعا. ابراهيم الجبالي ده بقى صديق النجاح، يعني انا اعرفه من اول ما ابتدينا نكتب شعر ومع بعض في نادي ادب المراغه، يعني سواج برضه معايا، بيكتب بطريقه حلوه جدا، فانا حبيت ان انا ادي له فرصه على المسرح بما اني اعرفه وبسمعه دايما وبحب اسمع قصايده جدا، فحبيت ان انا ادي له فرصه معايا على المسرح. جميل. وليد قدري. وليد قدري ممتاز جدا، عظيم جدا، صوته حاجه تحفه بصراحه. عبقرينو طبعا حاجه نور الشاشه والبرنامج. حبيبي عبقرينو طبعا مش هنتكلم عنه كتير، محمود فصيح، شخصيه هاديه كده وحلوه ومبدع جدا، يعني ممتاز جدا. عازف عود صح؟ عازف عود. محمد صفا ده عدى مرحله الامتياز، يعني بصراحه عظيم جدا. بسنت الفقي دي تقريبا تالت مره تنزل مسرح. في حد عرض عليا وكده قال لي حابين ان احنا نديها فرصه على المسرح وكده، بس بعت لي فيديو ليها. بس قبل ما يبعت لي الفيديو ليها انا كنت شفت الفيديو قبل كده، شفته منتشر جدا على حالات الواتساب. حبيته جدا الفيديو، كان نفسي اعرف مين البنت دي. فاول ما عرض عليا الشخص عنها وافقت على طول، قلت له انا اعرفها، ده حاجه اكيده دي هتكون معانا. طب المفاجأة بقى، انت المفاجأة نتكلم عنها، انت تعبتين عشان تعلن عنها. دعاء هنتكلم عن ديوان تاني وهو الاكتفوبيا. الاسم مميز، الاسم جميل. قبل ما نعرض الغلاف كلمينا عن الاسم، ايه سبب اختيارك للاسم؟ هو اولا ده الديوان انا ما قررتش ان انا اعمله دلوقتي، كنت مقرر ان انا اعمله في مثلا السنه الجايه السنه الجايه، بس كان في مشكله كده مش لطيفه في النص تمام. والدتي قبل ما تتوفى بيوم كانت طبعا مبسوطه جدا بنجاح حكايه شهيد، فقررت ان هي تقول ان انا اكتب ديوان جديد واشتغل عليه، زائد ان انا اشارك بيه في معرض القاهره الدولي 21، زائد انها برضو اختارت اسم الدار تمام، يعني قالت الدار معاك. اختارت الدار تمام.
انا طبعا ما كنتش اعرف اي حاجه والكلام ده كله، بس بعد وفاتها يمكن استوعبت الكلام شويه، وقررت ان انا اشتغل على الديوان من اول يوم هي توفت فيه. تمام، خلصت الديوان في حدود كده مثلا 4 شهور 5 شهور. تمام، قررت ان يكون ديوان اسمه كده، حبيت ان هو يتكلم مع المريض نفسي. تمام، بما ان كنت بمر في فتره صعبه جدا، فحبيت ان انا اخلي الديوان ده يتكلم عني شويه، او يتكلم عن اي حد كان في مرحله حزين او تعبان نفسيا. فحبيت ان انا اخلي الديوان بالطريقه دي، وفي نفس الوقت اكون انا حققت حلمها وقدمته في نفس الدار. وكمان المصمم العظيم محمد درباله هو اللي هو اللي مصمم غرف الديوان. نعرض بقى الغلاف. بقى الغلاف ما اتعرضش في اي حتى لحد دلوقتي. النهارده ده خاص بالحلقه، نعرض الغلاف الخاص بالديوان. لا الديوان لا مميز، الغلاف مميز. عاش جدا ليه الصراحه. دي يا جماعه اللي بيشوفنا، فدي خاصه بالحلقه، يعني ما ظهرتش في قبل كده ولا في فيسبوك ولا اي حاجه. فعلا. ده الديوان. اللي ورا على الظهر ده اتكتب ايه؟ الظهر الغلاف. والله ما فاكره كويس. وانا ياما قالوا عني مريض ولا مرض يا خلق حبتكم، شويه زعل وكتاب بسيط ومش متسبلي في افراحكم، اكون مبسوط لو حتى سعيد من بس لمتكم، فسيبوني اعيش لو مره من غيركم، فسيبوني وما تسيبونيش. مش فاكره بس بقى. هو ده كفيل يعني. شكرا. عمرو بقى عايزين نسمع حاجه كده انت ودعاء كده، دويتو جميل جدا. يلا بينا. مستعدين؟ سمعنا الاول. سمعنا ايه الاول؟ انا ابني مات ليك شهيد. ده من حكايه ديوان شهيد. من حكايه ديوان شهيد. تمام، اتفضلي. يلا يا ابني، قوم يلا يا ابني، البس هدمتك شيل سلاحك، يلا روح هسد حارب، هسد حارب لاجلي تشيل كل الجروح. اوعى يا ابني، اوعى يا ابني يسندوك، ده انا اللي مسنوده بيك من بعد ابوك وموت اخوك وانت الحيله وسط البنات. اوعى يا ابني، اوعى يا ابني يهجروك، ده انا اللي عايشه بروحي فيك من بعد ما ابوك ما مات. بص ياما، بص ياما بيقولوا ايه، بص الشوارع والجرايد، بص الكلام وفي اللي فين، كم شهيد، كم شهيد نزل صوره، وكم واحد متجندين، وابن صاحبي لما شافهم قال لي بكره هيبقى مين. شفت ياما وصلنا فين، اقرأ لهم الفتحة بأمين. النهاردة صاحبي، النهاردة صاحبي هو يا ترى الدور في مين. اهدى يا ابني، اهدى يا ابني واحد رب العالمين، وكان نصيبي، وكان نصيبي هيجمعني بكل الصابرين، فانا هشهد، فانا هشهد على موتك قبل ما يشهدوا الخائنين. من هيهرب من نصيبي، من هيهرب من نصيبه، مهما يبعد هيجيبه لو في وسط الراحلين، اللي منهم مات بجلطة واللي منهم مش لاقيين أكل عيش، مروا غربة والإثم قال عايشين، واللي شافهم صب موته واستشهد بالسنين. صاحبة كرولوس كل مينا خان صاحبكم بطعنتين، وعاك يا واد، اوعك يا واد تآمن للغدارين، صحصح فوق لي خلي بالك، بص يا ابني اوعك تخاف، عدو الخير في الشر منك، واللي عاش طول عمره شاف مين اللي فضل ومين اللي سندك، وبنفسه سلم وما افتكرش، اللي مات بالبندقيه واللي اتقتل ما ترحمش، وصاحبك راح وما رجعش. اوعي واد، اوعي واد تاخدك الليالي والسهر ولعب العيال، ده اللي زيك مفرحش لسه، خلي بالك صلي كل فرد في صلاتك، عايز ابقى، عايز ابقى فخوره بيك، وما يتقالش ده الحي لو ما تفرحش العدو فيه. خدوا الحبيب مني
وانا لسه مفرحتش وفي بعد ابوه بيسندني وفي ايدي مكلبش زي دوهان العيل عن امه وهي قصاده ودموعه ما تتخبش وجه دورك واستهونوا بيه وفرحوا بموتك وابني مش لاقيه وما حلتيش وما حلتيش الا البياده والابارول بتوعك فيهم ريحتك وفيهم دموعك فيهم دمك لما سالت دموعي فهمني كاسر ضلوعك دبني دبني اللي ما تلقاش زيه وزنتي الشباب وما شاء الله على شكله يمات على الله بدعيله يبوس ايديا بحضن قلبي ناوليني يما ناوليني يما رضاكي وابقي زوريني وما تنسيش وحياتك منابل اللي كنتوا بتقسموه اهو بقى اهو بقى في درجي وحبتي القديمه هتلاقي كم قصه وحدوته وهتلاقي كم قصيده دموعي فيها انا رحت يما انا رحت يما بدم بارد احكي لهم احكي لهم انا كنت وبقيت ايه وحضني القبر لما كنت شارد وقلت له اتفضل يا معالي ما هو كل شيء نصيب وارد احكي لهم يما احكي لهم عن ابنك اللي بتستنيه ويقولوا لك مات وتقولوا لهم حي بس مخبيه ابنه جاي ابنه جاي وهل كان بهدمته سيبنا حضر له العشاء مش بيحب اكل غيري اكيد فضيت معدته سوسنا جاهز له بايدي سيبني ارجوك قبل ما يجي فوق يما فوق يما وبص ليا ابنك مات وشهدت ديا لا ابني ما ماتش ابني حي وجاي ليا صدقوني صدقوني ما بكدب عليكم والله شايفاه بيبتسم لي اشتاق لاكلي وانا حضرته له بنفسي فجأة ابني فجأة ابني اقعد يا لين عيني ليه بتبتسم لي اصلك وحشاني مالك يدفك ايه فيك حاجه مخوفاني قول لي يا ابني ما تقلقنيش بيقولوا لي مات بخرطوش قول لي يا ابني ما تخبيش وقالوا لي ما ترحموش وانت قدامي اهو انت قدامي اهو شايفاك قمر زي الملاك ابعد يا رب وحوش ابعد يا رب وحوش وانا ماليش غيره بيقولوا مات وشوف الهبل اللي بيقولوه ما انت قدامي اهو وزي الملايكه ويا بخت بيك فيك حاجه وانت قدامي اهو وزي الملايكه ويا بخت بيك فيك حاجه يا ابني قول اوعدك اوعدك مش هزعل بس بحكيها مش عارف يما مش عارف يما خايف اقولك تروحي فيها وشهادتي طلعت ولازم تشهديها ها يما انا مت ها يما انا مت صدقيهم المره دي ايوه ايوه انا مت يما ايوه انا مت يما وتعالي شوفي الملايكه والحبايب والجيران فرحانه بيا وتعالي شوف ابويا وتعالي شوف ابويا بيستقبلني بالهديه جنه الخلد من رب العباد جنه الخلد من رب العباد نلناها يما نلناها يما وفرحي وعلي صوتك بضحكه ابن عريس من الجنه وزغرتي وجهزي لي بقى الحنه هتجوز هتجوز جميله الجميلات وهنول غيرها كل يوم هنول غيرها كل يوم ده انت ياما شلت هم كفايه عنك هم زاد ده انت ياما كنت جنبي اول ما الكل غاب وعلى كتفك قلت عدي وقت تعبي سندتيني وسندتي ظهري قبل ما اقع لحقتيني ومحدش لحقني صدقيهم ياما صدقيهم المره دي صدقيهم ارجوكي عشان خاطري فامضي يلا في الشهاده فامضي يلا باسمك انت واستلم ياما درع منهم مزغرف عليه باسمي ويقولولي ويقولولك احنا ابنك مهما غاب احنا زيه ويقولولك اوعي تنسي احنا ظهرك احنا ظهرك وقت بعد وامسكي يلا في ايدك وقولي شالوا شموا ريحته وابقي يما تعالي زوري اوعي تنسي يا حلوه ورده تدهالي يوم ما تيجي وافتكرك لو لبكره بالسنين الجايه لسه وافرحيلي بالبنات اوعي تنسوا ليا ذكرى انا انا وسطيكم مهما غبتي ومهما منكم خدتني غربه انا بضحك ضحكه منك وبزعل لو في عينيكي دمعه انا هو انا هو
في ايديك ماسك بعد ما استشهدنا. انا هو في ايديك ماسك بعد ما استشهدنا. انا مش لاقي كلمه اقولها. ربنا يرحم شهدائنا اجمعين، شهداء الوطن، شهداء من كل من ضحى بنفسه فدى الوطن. انا بشكرك يا دعاء، كنت منورين النهارده. بشكرك المبدع عبد الحليم منورين. هناخد فاصل ونرجع تاني مع فقره تانيه في برنامج بين الكلمات، انتظرونا.